مع اني ما كنت مقتنع بالمشروع، بس بشكك لانك قنعتيني اجي. ما في احلى من منظر البحر الا منظر البحر بالليل. ليه بلال ما كان بده اياك تجي؟ خاف دوخ وغيب عن الوعي مثل امبارح. اذا غبت عن الوعي شو بتعملي؟ بتصل ببلال والماتش. مستعدة تحكي مع بلال كرمالي؟ بس بحال غبت عن الوعي. بلال تصرف معك هيك لانه كان عم يحميني، بس هلا اتاكد انه منك صحفيه واعترف بغلطته ومستعد يعتذر منك جديا هالمره. رح تقبلي اعتذاره كرمالي؟ اذا مصر. مصر لانه اتصل دكتور سيسين وقال لي نتائج الفحوصات رح تطلع بكره، وانا حابب تكونوا موجودين اثنيناتكم حدي بهالوقت. ذكر رح اقبل اعتذاره. وين بدنا نحتفل بكره من بعد ما تطلع النتيجه؟ تأخر دكتور مجذوب. ما تأخر، بس انت موتر. صباح الخير. انت بتعرف اذا خير او شر؟ لا خير. الورم مش خبيث. بس الورم كبير وقريب كثير من الدماغ وبنخاف يكبر اكثر، مشان هيك بنلزم نعمل عمليه سريعه. عمليتين ثلاثه اربعه هلا اذا بدك. قلت لك انك وجه السعد علي. سالتك امبارح ووجهي ورثني، وين بدنا نحتفل؟ مطرح ما بدي، انت نقي. حاسس اني مالك العالم. بدي صارحك بشيء، توعدني ما بتزعل. معقول ازعل منك؟ ما تنسى انه انا اللي بشرتك بالنتيجه. ما راح انسى. انت صحفيه. شو؟ عارف من اول يوم. عارف؟ ما وصلت للي وصلت له بالصدفة. بعرف إذا كانت الناس عم تكذب. أوه عم تخبي شيء. أنا مش صحفية. كنت رح استغلك لصير صحفية. هلا رح تضطر تفتشي على شغلة ثانية. ليه استقبلتني إذا كنت عارف؟ استهضمتك. كنت حاسس بالوحدة. بس صرحتني بالحقيقة. ما خفت أنشر الخبر؟ لا ما خفت. لانه عرفت نفسيتك، كنت متاكد انك ما رح تفشي بسري. رح تعمل العمليه ببيروت؟ لا، هلا بعد ما طمنت بالي وتغيرت نفسيتي، بفضل روح اعملها بلندن. رح اشتاق لك. ما رح خليك تشتاقي لي. رح طل على القليله مره بالشهر على لبنان. ييه! هلا فقت على الكرسي اللي انا فيها. هي كرسي. ما بقى عندي وظيفه. وبكره لازم فتش على شغل جديد.